أنا ما عم يفهم شو عم بيصير. علي وينه؟ وين راح هلا؟ يعني خلص طولي بالك حبيبتي شوي، اهدي هلا بيرجع. كارولين لا تحوسي كثير، هلا بينتزع مكياجك كله. شو صار معكم؟ أنا ما فيني استنى أكثر، لو سمحتوا إذا في مشكلة احكوا. عندي شغل وماني فاضي ضل هون للصبح، اعملوا حسابكم على هالشي. استاذنا ما في مشاكل ولا شيء، بس العروس ما جهزت، يعني من بعد اذنك تستنى شوي لبين ما يجوا لعندك. مصيبة اذا تاخر اكثر من هيك، الاحسن روح دور عليه. علي ما بين لهلا. ما فيك تمسكني، انا بدك تعلحقني. تعلحقني امسكني. خلينا عم نلعب. وين كنت هلا؟ لك بدك تجنننا انت؟ شبك؟ فيك شي؟ شو احكي؟ شو في بيدك؟ شو عامل انت؟ ليش هي معك علي؟ معك لك؟ لك هي الفشكة من المسدس تبعي لشو معك؟ ولا احكي لا تجنني. علي وين كنت؟ كارولين انت ما بتعرف اني يوم عرسنا لا تتركني بدون ما يحكي. كارولين كارولين وين رحت؟ ما في داعي لكل هالعياط هلا. ما بصير تعملي هيك، فهمي منه بالاول. ليكو كان عند الحلاق؟ مو كنت عند الحلاق علي؟ انت عصبني كثير، شو ما عندك احساس بشي؟ عادي بتصير هي الشغلات قبل العرس. خلاص اتركيه بقى، يلا خديهن انت. مو حلوه تاركين العالم لحالهم واقفين كلنا هون. يلا ناريمان شو صار لكم؟ امشي. حضرتكم قدمتوا طلب زواج، وعلى حسب ما تبين معنا بالوراق اللي قدمتوها للمحكمة ما في أي مانع بيمنعكم من الزواج إن شاء الله. وهلأ رح نكتب كتابكم بحضور الشهود والمعازيم بناء على رغبتكم. السيدة كارولين أنك، أسألك وأنت بكامل وعيك وبمحط إرادتك ومن دون أي ضغط عليكي، هل تقبلين الزواج من السيد علي أكارسو؟ نعم. السيد علي أكارسو، أسألك وأنت بكامل وعيك الآن وبمحض إرادتك ومن دون أي ضغط عليك، هل تقبل الزواج من السيدة كارولين أنك؟
سيد علي، هل تقبل بالزواج منها؟ ايه نعم نعم موافق. السيد وليد كوشار والسيد نشأت سونار، هل تشهدان على زواج علي أكارسو من السيدة كارولين أنك أمام الله وأمامنا جميعا؟ نعم نعم. بموجب السلطة الممنوحة إلي من المحكمة أعلنكم الآن زوج وزوجة.